عنوان: الكتاب الأكثر شهرة على الإطلاق. عنوان فرعي: الحقيقة قادرة على أن تغير حياة البشر. الكتاب المقدس وإلى حد بعيد هو الكتاب الأكثر قراءة ونشرا على مر العصور، ويقدر أنه قد تم نشر أكثر من 3.9 مليار نسخة منه في السنوات 50 الماضية وحدها. وعلى سبيل المقارنة، فإن الكتاب التالي الأكثر نشرا هو الأعمال المختارة لماو تسي تونغ، حيث تم نشر 800 مليون نسخة. كان رئيس ماو الذي توفي في العام 1976 ديكتاتورا شيوعيا صينيا، فرض أيديولوجيته الاشتراكية على الشعب وحكم بلاده بقبضة من حديد. وبالرغم من قوانينه الصارمة، إلا أن تلك الأرقام ليست بمذهلة نسبة إلى عدد السكان الحالي البالغ 1.3 مليار نسمة. أما الذي يليه رتبة فليس كتاب واحد، إنما مجموعة من 7 كتب في سلسلة هاري بوتر، حيث تم نشر حوالي 400 مليون نسخة. بغض النظر عن الأرقام، توجد إحصائية تبرز بوضوح، ألا وهي أن الكتاب المقدس هو الأكثر ترجمة في التاريخ، إذ تشير التقديرات إلى أنه قد ترجم بالكامل إلى ما يقرب من 518 لغة، وأن أكثر من 1275 لغة أو لهجة حصلت على جزء من الكتاب المقدس إن لم نقل بأكمله. والأجدر هو ألا نفكر في هذا على أنه جهد إنساني فقط، فكما ساق روح القدس الرسل لكتابة الكتاب المقدس، كذلك حرك العديد من الرجال والنساء المؤمنين لإعلان البشارة السارة الخلاصية بيسوع المسيح في جميع أنحاء العالم. لقد عمل عدد كبير من المبشرين على ترجمة الكتاب المقدس حتى إلى لغات القبائل الأصلية الصغيرة التي تعيش في مواقع نائية جدا. والقوة التحويلية للإنجيل قد غيرت أفرادا وأسرا وحتى بلدانا. إن عدد مخطوطات العهد الجديد التي تتوفر لدينا هي أكثر من أي وثيقة أخرى، ذلك على الرغم من أن عملية النسخ تستغرق وقتا طويلا. وفي سنة 1436 ساعد يوهانسن غوتنبرغ في تغيير طريقة نسخ الكتب إلى الأبد، وذلك من خلال تصميم طابعة الكبس الأولى، حيث أحدثت الطباعة والحروف المتحركة ثورة في إنتاج وتوزيع الكتب. وليس من المستغرب أن يكون الكتاب المقدس أول كتاب ينتج على طابعة الكبس في سنة 1454، والذي اشتهر باسم كتاب غوتنبرغ، ولا يزال يتواجد منه حتى اليوم 49 نسخة بين مجزأة وكاملة.